بالتأكيد كل هذه التحركات هي تحركات تأتي من إيران على مستويين. المستوى الأول وهو المضي في تخصيب اليورانيوم والمضي في البرنامج النووي الإيراني، وهو ليس خافيا، يعني الجميع يعلم أن إيران لديها برنامج نووي، وهذا البرنامج هو ليس كما تدعي إيران أنه برنامج سلمي، ودليلنا على ذلك هو الخفايا التي تخفيها إيران في هذا البرنامج ومحاولتها عرقلة الوصول إلى الكاميرات وإلى الداتا ومحاولتها إخفاء وعدم الأجوبة الصريحة التي وجدت في ثلاث مناطق المفترض أنه لا يكون فيها وجود لليورانيوم المخصب، وحسب تقارير وكالة الطاقة الذرية وحسب تقارير الواشنطن بوست، وجميع المتابعين يعلمون هذا الموضوع أن إيران تخفي ما تخفي في الموضوع النووي. لذلك هي تتحرك اليوم على مستوى إنتاج وتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي وإبدال أماكن أجهزة الطرد المركزي، وتستخدم عمليات تمويه كبرى في هذا المجال. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، على الأرض هناك تحركات واستعدادات كبيرة كما ذكرت حضرتك تجري في منطقة البوكمال وفي منطقة غرب سوريا، وخصوصا حول يعني حقل العمر النفطي. هذه هناك قاعدة أمريكية مهمة، هذا الحقل يعتبر من أكبر حقول إنتاج النفط في سوريا. يعني ليس معلوما حقيقة كمية إنتاج النفط، لأنه بالتعاون مع قوات قسد، قوات سوريا الديمقراطية وتحت وجود الولايات المتحدة الأمريكية بصيغة قوات التحالف، هي التي تحمي تلك المنطقة. إذن هناك استهداف واضح لهذه المنطقة ولحقل العمر وللقاعدة العسكرية الموجودة والقواعد العسكرية، خصوصا يعني في حقل كونيكو الغازي أيضا. كل هذه التحركات أنا برأيي الشخصي وتحليلي المتواضع أراها محاولة استعداد لإلغاء الاتفاق النووي الإيراني. الجميع الآن متحفز، ولا ننسى هنا أن نشير أستاذ أحمد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عززت من قواتها في هذه القواعد، وهي لا تريد أن تترك هذه القاعدة. هي تقول أننا سنغادر سوريا أو أننا سنلغي الوجود العسكري في سوريا، ولكن حقيقة الأمر أن هناك تواجد أمريكي كبير. فإذا الطرفين يبدو أنهم اختاروا نقطة المواجهة وميدان المعركة، والتهديدات هي متبادلة سواء من إيران أو من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلفها باستهداف هذه المناطق، وكما شاهدنا أن هناك استهداف كبير خصوصا على صعيد العمليات الخاصة الإسرائيلية في داخل إيران. والأسبوع الماضي شاهدنا الكثير من عمليات الاغتيال، وهناك حتى عمليات تشبه الاغتيال، ولكن إيران لا تدعي أنها هذه اغتيالات لعلماء وفاعلين في المشروع النووي الإيراني.